انطلقت فعالية معرض القاهرة الدولية السابع للابتكار 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس السيسي. ويعود معرض القاهرة الدولية للابتكار في نسخته السابعة تحت شعار القاهرة تبتكر بعد غياب دام 3 أعوام، وتحل البرتغال ضيف شرف هذه النسخة. جايين هنا بنعرض مركبات بننتجها من حاجة اسمها الطحالب، ده مشروع بتموله الأكاديمية وبيموله الاتحاد الأوروبي، وبننتج منه حاجتين، بننتج الوقود الحيوي اللي بيستخدم في المركبات وفي السيارات عشان نقلل الانبعاثات الحرارية، وبننتج أيضا بعض المركبات الطبية اللي تستخدم في علاج بعض الأمراض. احنا بنشارك الحمد لله السنة دي في 10 مشروعات على مستوى الجمهورية. احنا 52 فرع على مستوى الجمهورية، اتقدموا عدد من الطلاب عندنا من كل الفروع، وتم اختيار افضل 10 اختراعات اتقدمت الأكاديمية. احنا ده المرة الرابعة اللي بنشارك مع الأكاديمية، وشرفنا قبل كده بالاشتراك معاهم وتم فوز عدد كبير جدا من طلابنا. احنا المشروع بتاعنا عبارة عن هو اير دروب موجه بدقة باستخدام تكنولوجيا عسكرية. احنا استخدمنا الاير دروب بحيث ده ان احنا ننقل الشحنات عن طريق الاسقاط الجوي، واستخدمنا تكنولوجيا عسكرية زي الجي بي اس والاي ان اس، واللي استخدمناها من قنابل الجي دام اللي بتستخدم في التوجيه الدقيق والقصف الدقيق. النهاردة المعرض بعرض البروجكت بتاعي، هو مشروع عن مستحضرات التجميل. احنا بنستبدل يعني مستحضرات التجميل الموجوده في السوق، احنا بنعملها بس بطريقه طبيعيه، بنستخدم مواد طبيعيه موجوده بوفره في مصر، وده بيخلينا نتجنب اي مواد موجوده في المستحضرات المستخدمه اللي هي اصلا ممكن تسبب سرطان الثدي ومشاكل تانيه كتير.